وعن المناوشه اللي حصلت بين اللاعبين، قالك احنا شعبين بين اخوه، وفي النهايه احنا كلنا عرب، والموضوع ما يتعداش ان هي حاجه كانت نرفزه بسيطه وراحت لحالها، واحنا كلنا تمام، احنا مستعدين للمباراه، وان شاء الله تكون بخير، وبطمنكم ان شاء الله هكون موجود في مباراه بمناسبة المشكلة دي كمان الاتحاد المغربي أعلن إنه لم يقوم بشكوى مصر، وأكد في بيان إن إحنا إخوة، وقال لو حصل أي عقوبات نحن لسنا لنا بها أي علاقة، وأمورنا مع الإخوة المصريين على أطيب ما يكون، ولن نتقدم بأي شكاوى رسمية ضد مصر. بالظبط، أنا كنت بقى معايا التفاصيل كلها من الأول، لأن لجنة الانضباط النهارده في عبد الناصر طلعت كلام ان في مناوشات بسيطه، واللي حصل ده في ممر خلع الملابس احنا هنحقق فيه، ومش هنحقق فيه، وهنقول النتيجه بكره على هو الثلاث اللي هو النهارده، يعني الامر بسيط بس مرفوض، ومفيش كلام عليه، ومش هنقول اي حاجه غير لما نشوف، ولو في حد متجاوز اكيد هتبقى فيه عقوبات، تمام كده؟ ده لجنه الانضباط النهارده الصبح. بعديها على طول الاستاذ جمال علام طلع واتكلم، قال ما فيش اي مشكله اللي حصلت، والموضوع كله كان موضوع بسيط، وحكايه ان محمود جاد هو اللي تعدى على الفوز الرجعي زي ما كانوا بيقولوا، الكلام ده ما حصلش. محمود جاد كان في الوقت ده عنده اختبارات منشطات، والكاف يشهد بالكلام ده، هو كان موجود. هو قيل ان الكيب الفرنسيه، ولكن ممكن يكون حد هابط، حتى انا كتبت على صفحتي لو كان هذا الكلام صحيح وجب الاعتذار، لانه بيقولوا ما يعرفوش، فلو حتى صحيح لا، فوزي رئيس الجامعه المغربيه لكره القدم فوزي لجع راجل محترم، وتربطنا بالاخوه المغاربه علاقه محترمه، وبنعتذر عن اي سوء فهم حصل من اي نوع. بالظبط، كمان انا لسه هقول لحضرتك الرد المغربي ده، كمان الاستاذ خالد الدرداري اتكلم وقال يا جماعه الاتحاد الافريقي ما بلغناش بحاجه، ومفيش اي حاجه من لجنه الانضباط وصلت زي ما كانوا بيقولوا الصبح، المشاده كانت بسيطه، واحنا اخوه في الاخر، والموضوع ما يستاهلش اكتر من كده. طبعا الجانب المغربي بقى، وده كانت الحاجه المحترمه جدا جدا جدا، قال احنا ما قدمناش شكوى ضد الاتحاد المصري، اللي حصل بعد المباراه مشاده بسيطه، وتم احتواء الامر بين الطرفين بسرعه. الاستاذ هاني ابو ريده، المهندس هاني ابو ريده، اتكلم مع فوزي لقجع وتم تسويه الامر، مفيش حاجه حصلت، مش هنتخذ ضد منتخب مصر اي اجراء، مصر مش عدو، احنا اخوه، واللي صدر لو صدر عقوبه غدا ضد مصر فلن يكون لنا اي علاقه، وبننبه الاخوه المصريين لن نقدم شكوى، ولن نقدم شكوى، وما حصل بين الاخوه والموضوع تم تسويته، ولو تم اصدار عقوبه اعرفوا ان هي من الاخر يا استاذ عبد الناصر، لو تم اصدار عقوبه هي تلكيكه بقى للفريق المصري، هتبقى من لجنه الانضباط، لان احنا كمنتخب او اتحاد مغربي مش هنقدم اي حاجه، واحنا قلنا ما فيش اي حاجه، والاستاذ فوزي رجع بنفسه قال الموضوع خلصان، واحنا اخوه في الاخر، ومشاده بين اللعيبه بتحصل في كل المباريات، احنا ما لناش علاقه بالموضوع، وما قدمناش شكوى، ومش هنقدم شكوى. ودي برضو حاجه قلقان ان ممكن يتلككوا ويقول لك لا بقى، طب هنوقف يعني اي حاجه، ما هم الناس دي يعني حاجه صعبه يعني. الحكم بقى استاذ عبد الناصر، الحكم كان المباراه اللي فاتت الكابتن عصام عبد الفتاح اخيرا اتكلم من هناك، وقال لك قدام الحكم مجيد نضيده اداؤه ما يليقش بحكم مرشح لكاس العالم، كل قراراته كانت عكسيه ضد مصر في اماكن مؤثره على منطقه الجزاء، حتى ركله الجزاء الصحيحه للمغرب ما هو اللي ما حسبهاش، ده الفار اللي حسبها، تمركزاته غلط، اخطاؤه كتيره جدا، والظاهر الاتحاد الافريقي لكره القدم اخطا بتعيين الحكم ده لمباراه مصر والمغرب. كمان مع حضرتك كان في كلام طبعا على موضوع اللي منتخب مصر ومواجهه ان شاء الله باذن الله المباراه الاستعداد ليها. انا عايز اقول لحضرتك ان كيروش برضو ده منقول من هناك من الكاميرون، بيقال من بعد المجموعات من مباراه الكوت ديفوار وحد الكاميرون، في ناس هناك والله عايشين بيقول لك بيقعد، او الساده بقى اللي طبعا المرافقين للبعثه بيقول لك بيقعد 16 ساعه في ال 24 ساعه اجتماعات مع لعيبه خط النص، لعيبه الهجوم، لعيبه الدفاع، الاجتماعات مع الجهاز الفني، بيجيب فيديوهات يتفرج عليها، فقالوا 16 ساعه من ال 24 كيروش قاعد بيتفرج على الفرق اللي هيقابلها، سواء كان كوت ديفوار او المغرب او حاليا الكاميرون، حتى هم بعض الناس خافوا عليه من قله لانه ما بينامش كتير، فعدد ساعات النوم قليل 6 7 ساعات، وبيقعد طول اليوم كله ورقه وقلم، وبتيجي في دماغه افكار، طب ينادي للاعيبه مثلا لو حاجه في الهجوم او حاجه في الدفاع او حاجه في الوسط، فبيقولوا ان هم شايفين واحد غير اللي كان موجود قبل كده، لا مهتم قوي، بيقعد فترات كتيره تتوصل ل 16 ساعه متابعه مع المنتخب واللعيبه، فده حاجه كويسه، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرم يا رب ان شاء الله، وتاتي بثمارها، ويكون رد فعلها حلو ان شاء الله بامر الله يوم الخميس، ونكسب بامر الله تعالى،
وان شاء الله كل خوفنا ده يتبدد، وربنا يكرمنا يا رب ان شاء الله باذن الله، ونفوز باذن الله، والبطوله دي باذن الله باذن الله مش هتخرج من مصر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله خير باذن الله، ويعدي يوم الخميس على خير، خصوصا ان كمان الارصاد اعلنت وبتحذر من طقس بارد جدا وتحول في الطقس الخميس والجمعه، فربنا ان شاء الله باذن الله يعدي اليوم على خير. امين يا رب ان شاء الله باذن الله، ربنا يعدي اليوم على خير، وان شاء الله رجالتنا يعني قدها، الونش يبقى موجود مع محمد عبد المنعم، مع فتوح، مع احمد، مع عمر كمال، مع حمدي فتحي، مع السليه، مع النني، مع صلاح، مع مرموش، مع مصطفى محمد، مع اللي قاعدين بره كلهم بقى، سواء شريف او محمد صبحي او محمود علاء او رمضان صبحي، كله ان شاء الله باذن الله على قلب راجل واحد، زي ما احنا وصل لنا بالظبط اللي بيحصل هناك، وان شاء الله باذن الله طول ما احنا قلبنا يعني على قلب راجل واحد، ان شاء الله باذن الله البطوله دي مش هتخرج من مصر، وان شاء الله راجعين بها منصورين باذن الله. ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا يا استاذ فاروق. تحياتي لحضرتك يا استاذ عبد الناصر ولكل الساده المشاهدين.